استلم أخواتي دائما مع وصفات بلحم عيد الأضحى المبارك. راح نديرو كل مرة كيما قلت لكم وصفة. كوصفة عشاء اليوم فضلت أني ندير ستاك أشي. حكمت اللحم كيما قلت لكم أنا عندي غوب مولينكس اللي نرحي به، وانتم طبعا تقدروا تتفاهموا يعني مع بوشي تديروا كمية معتبرة من اللحم ترحيوها، ولكن عندكم يعني روبو أو رحاية في الدار راح يكون أحسن. اذا انا اللي استكاشي هادو كما راكم تشوفوا رحيت كميه من اللحم، ها هي، وهادو طرف تاع الشحمه ثاني لقيتهم باه تجي يعني اللي يجيو لي ستيك تاعي يجيو يعني طريين. هنا حطيت شويه تاع معدنوس، فوالا كما راكم تشوفوا. وهنا عندي هاد التوابع، عندي ملح، عندي كمون، عندي قزبر، عندي فلفل احمر، وعندي ثوم مرحي. هنا ما حطيتش الفلفل الاسود، بصح نتوما اذا حبيتو حطوه. تما هنايا فقط كاين في العائله تاعي ما يحبش الفلفل الاسود. نحط انا هاد التوابل، نخلط يعني كلش بيدي، يعني نعجن هذيك اللحم بيدي باش تحكم روحها مليح. اذا حبيتوا تاني ديروها يعني تزيدوا مغرفة موطارد ما كان حتى مشكل، للناس مثلا اللي تحب لا موطارد. انا نفضل هذا التوابل فقط يكفي وتجي يعني يجيو لي ستيك بنين ويجيو يعني مليح. اذا تعجنوها نورمال، تعجنوها كما تعجنوا اون بات، بهم بعد تجيكم كي تشكلوها تجيكم مليحه سهله. اذا بعد ما عجنت اللحم تاعي هنا جبت هذا المغطى دائرية اللي راح تساعدني باه نشكل لي ستيك تاعي. حطيت فيها بابي فيلم. اذا راح نجيبو كميه من اللحم ونحطوها في هذيك المغطى ونرصوها هكذا بيدينا. فوالا يجي يعني السمك تاعها مليح تاع لي ستيك وتجي كامله يعني قد بعضها. فوالا فوالا كما راكم تشوفوا نديروها هنا. نظن هاد الطريقه تاع يعني تشكيل هاد الدوائر ديجا درتها لكم من قبل في كباب سوري. اذا نكملوا هاد الكمية كامل اللي بقات بنفس الطريقة. فوالا اذا راح نكمل نفس الكمية الكمية اللي بقات عفوا نكملها بنفس الطريقة ونرجع لكم مع القلي نتاعهم ان شاء الله. فوالا هنا حطيت الزيت في المقله، انا درت زيت الزيتون لانه نحبه اكثر، وانتم كيما حبيتوا يعني ديروا زيت نباتي اذا حبيتوا. راح ندير لي ستيك تاعي يقليو، يعني خليهم على نار هاديه يقليو مليح وما نقلبوهمش حتى تشوفوهم باللي تحكموا رواحكم يعني من تحت. ابخي راح نقلبوهم كما راكم تشوفوا راني قلبتهم. غادي نخليهم يطيبوا مليح حتى يبقوا يعني من بعد نحيوهم. هذيك راه الصوص اللي بقات يعني في المقله، اذا حبيتوا ديروا لها فنجان تاع ماء، فنجان تاع ماء سخون وحطوها عليهم باش يبقاو يعني ساردين. اذا هادو هما لي ستيك بعد ما وجدتهم بعد ما طابوا، ولاصوص درت لها فنجان تاع ماء وفرغتها فوقهم. ان شاء الله تكون عجبتكم يعني الطريقه، درتها يعني كوجبه عشاء سهله فقط ما درت معاها والو، هكا فقط ناكلوها مع سلطه. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم جيت ديروا لي شير في الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. نلتقي في وصفات اخرى والى اللقاء.